السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. ده السلسلة الثانية، الفيديو الثاني بالسلسلة بتاعة اتجوزت. هحاول انا يعني اوريكم شوية لقطات تانية من الفرح كده ونتناقش مع بعض، واحط شوية فويس اوفر مني كده على التعليق بتاع الفيديو، وان شاء الله اتمنى ان هو يعجبكم. وشكرا جدا لكل الناس اللي علقت بالتعليقات الجميلة والدعوات الرائعة اللي جات لي في الفيديو اللي فات، واسيبكم مع الفيديو. يلا، واحسن حاجه نبدا بيها هي كلمه الشيخ محمد الصقر. هل تتمنى ان تتفاخر بهم في يوم زي اليوم ده؟ المهندس عماد بيفتخر بالمهندس عبد الله، جزاه الله خيرا، فرحان ان ابنه وصل الى هذه المرتبه والمكانه المشرفه دينا وخلقا وادبا. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقول للعروسين كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ولا أحد يا إخواني أسعد منا هذه الليلة، ونحن نزف عروسين نحسبهما إن شاء الله من أهل الخير والصلاح. وهذه الأسرة الكريمة المباركة، أسرة المهندس عماد جزاه الله خيرا، وهذا النسب الطيب المبارك مع هذه العائلة الجميلة، نحن في الواقع نبني بيتا جديدا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤسس لمبنى عظيم وصرح كبير من صروح الإسلام. سألني يوما من الأيام واحد من الشباب: يا شيخ، على ماذا تقوم البيوت؟ يعني على ماذا تبنى بيوت الناس؟ فالناس ربما بعضهم يبني علاقاته وبيوته ومصاهراته على المبادئ الدنيوية: النسب، العائلة، الفلوس، العزوة، القبيلة. فقلت له: الواقع أن البيوت التي تدوم وتستمر هي البيوت التي تبنى بالحب. والمقصد بالحب ليس العلاقة الزوجية، إنما يقصد الود الذي تتآلف فيه القلوب. أسرتين تتآلفان بالحب بينهما. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس ودا، أكثر الناس ود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان يتودد للصغير، ويتودد للأعرابي، ويتودد للعجوز، ويتودد للفتاة الضعيفة، وتأتيه الجارية تطلبه في حاجتها فيمضي النبي صلى الله عليه وسلم معها ويقضي لها حاجتها. البيوت يا إخواني تبنى بالحب والتغافل ونسيان الأخطاء. عريس فاكر أول غلطة، وعروسة فاكر أول غلطة، مش هيعرفوا يعيشوا. عائلة متذكرة الموقف اللي عمله والد العريس لما حضر أول مرة، وأسرة لا تنسى ذلك الموقف الذي فعلته أم العروس لما حضروا أول مرة. هؤلاء يا جماعة لا يعيشون ولا يستمرون، إنما البيوت تستمر بالتغافل ونسيان الأخطاء. إذا الحب يقتضي أن ننسى أخطاءنا، وأن ننسى هفواتنا، وأن ننسى زلاتنا، ونبدأ نبني هذه البيوت على هذا المعنى، معنى الحب. في يوم من الأيام كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فاتح مصر، كان شديد الحب لرسول الله، وكان يقول: إني ما أطيق أن أملأ عيني من رسول الله إجلالا له. يعني مش بستحمل إن أنا بص للنبي كتير من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام. عمرو بن العاص جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ والفكرة يا إخواني في الإجابة ليست لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخصص إنسانا بعينه، إنما لكي يؤسس الرسول عليه الصلاة والسلام في أذهان المستمعين مين المفترض اللي أول من سأل السؤال ده نجاوب عليه. قال: أحب الناس إلي عائشة. فهنا مباشرة تبادر إلى ذهن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه ممكن يكون المعنى أنه ممكن الرجال لهم نصيب، يعني هو يحب عائشة هذا من النساء. قال: أقصد من الرجال يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أبوها أبو بكر أمن الناس علي في صحبته وأهله وماله. طيب، هنا قال عمرو بن العاص: خشيت أن أسأل فيقول أناسا غيري، أنا كنت أريد أن أصل إلى مكانة وأحس
أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبني. وهذا الحرص يا إخواني حرص فطري. يعني لو دخلنا القاعة دلوقتي الناس اللي قاعدة بتأكل وقلنا هنختار واحد هو أحب واحد إلينا في هذا العرس أو الفرح، كل واحد من الحاضرين سيتمنى أن يكون هو الشخص المختار، يتمنى أن يقع الاختيار عليه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤصل إلى معنى بناء البيت. اسأل نفسك هل تستطيع أن تقدم لزوجتك وولدك أغلى شيء وأنفس شيء أم لا؟ هل تتمنى أن تجعلهم يدخلون أعلى الجامعات وأعلى المدارس أم لا؟ هل تتمنى أن تأتيهم بأجود أنواع الطعام والمشروبات أم لا؟ هل تتمنى أن تتفاخر بهم في يوم زي اليوم ده المهندس عماد بيفتخر بالمهندس عبد الله جزاه الله خيرا، فرحان ان ابنه وصل الى هذه المرتبة والمكانة المشرفة دينا وخلقا وأدبا؟ هل تستطيع ان تعيش هذه المشاعر منذ اللحظة الاولى؟ اكثر العرسان يا جماعة بيغفلوا عن هذا ويبدأ يوصل للمرحلة دي في نص حياته لما يكتشف انه كان لازم يتغافل عن الاخطاء وكان لازم يحب ويحب لاخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اليوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة، وكانت أم المؤمنين عائشة مضطجعة على فراشها، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارها، نام النبي عليه الصلاة والسلام بجوار أم عائشة. عدى ساعة ساعتين قالت أمنا عائشة فافتقدت رسول الله من الليل، حست أن النبي قام جسمه مش جنب جسمها على الفراش. قالت فخشيت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف إلى بعض أزواجه، يعني الرسول راح لزوجة أخرى. حزنت أمنا عائشة، طبعا الحجرة ظلام وليل ولا يوجد سراج ولا مصابيح، فقالت فقمت من فراشي فجعلت أتحسس فراش رسول الله، يعني أمد إيدي كده من أول المخدة كده وأنا طالعة قدام، حتى وقعت يدي على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت في نفسي والله إني لفي شأن وأنت في شأن آخر يا رسول الله. علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة عظيمة أخرى من الحب، وهي أن حب الله جل وعلا يفوق حب الزوجة ويفوق حب الأولاد. وده اللي محتاجين يا جماعة نترجمه جوه بيوتنا، أن يرى أبناؤنا حرصنا على القرآن، أن يرى أبناؤنا حرصنا على السنن والنوافل، أن يرى أبناؤنا حرصنا على الأعمال الصالحة، نتسابق في الأعمال الصالحة. الحب مفتاح البيوت، والتغافل مفتاح الصدق في الاستمرار في العلاقة الزوجية، وحسن التشويق إلى الدار الآخرة وتعليق القلب بها هو سبيل المتقين والمؤمنين. ولا تستمر حياة إنسان يا إخواني إلا إذا علق بالدار الآخرة. لو كان الوقت طويلا معنا لقلنا وقلنا، لكننا نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو للعروسين بالرحمة والبركة، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج عزاب المسلمين، قلوا آمين، وأن يصلح أحوال شباب المسلمين، وأن يصلح أحوال نساء المسلمين، وأن يرزقنا ذرية صالحة طيبة تنصر الدين وترفع راية الإسلام، وأن يبارك في هاتين الأسرتين الكريمتين، وأن يخرج من العروسين ذرية صالحة ترضي ربنا جل وعلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.